الاطاله كل هذه الاطاله للفيلم العربي بدور الشباب. احتضننا هذه الدوره الثانيه من المهرجان. اتمنى انه هذا المهرجان انه يوصل فعلا لكل الناس للعالميه، لانه الشباب القائمين عليه شباب طموح، شباب سوداني بحب بلده كثير وحابب انه يعمل شيء ويثبت شيء، وبتوقع انه هذا الشيء يليق بشعب السودان لانه شعب حضارات وتاريخ معروف وكبير. السينما في السودان اتدهورت جدا، من احنا كنا في المصاف، يعني الافلام كانت بتجي من هوليوود وبتجي من القاهره طوالي على السودان بعد اسبوع من نزولها او في وقت نزولها، بس حصل تدهور كبير جدا. يمكن اهتمام الدوله بالثقافه او بالسينما كضرب من ضروب الثقافه او عدم اهتمامها بها ده خلى دور العرض تتقفل. مشاركه معانا وجهات الراعيه كان للدوره الثانيه من المهرجان، فبحب يا ريت تحضروا معنا المنصه. جاب برضه يعني نفس مجلس الشعب المسابقه اللي انت بتسابق بها او السابق. نتمنى انه يكون في دور فعال للسينما السودانيه بالوطن العربي قريبا. هلا يمكن يكون شوي السينما بسيطه عندهم لانه بسبب دور العرض ما في شركات انتاج، ما في راعي رسمي للفيلم السوداني. لكن بصراحه دعمهم لنا ما كان غير محدود، يعني الناس دي نجي لمرحله ثانيه. الافلام الفائزه جدا على